في الفيديو ده هقولك ازاي تقدر تغير شكل الشاشة الرئيسية من الشكل ده للشكل ده. شوف الفيديو للآخر. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة تريكات على الماشي. في الفترة الاخيرة ناس كتير جدا سألتني ازاي قدرت تحط شريط البحث بتاع جوجل تحت الايكونز، فعشان كده قررت النهاردة ان انا اعمل لكم الفيديو ده. فمش معقول اكون انا ببذل كل المجهود ده وببحث عشان اجيب لكم كل جديد واتفاجئ النهاردة ان 92% من المشاهدات من ناس مش مشتركين اصلا في القناة. فانزل دلوقتي اشترك في القناة وفعل الجرس عشان تحمسني ان انا اكمل في سلسلة الفيديوهات اليومية واجيب لكم كل جديد، وما تبخلش عليا كمان باللايك والشير. عشان تقدر تحط شريط البحث تحت الايكونز في طريقتين ممكن تعمل. اول طريقة انك تثبت النسخة الصينية او نسخة شاومي دوت ايو، وهيظهر لك دلوقتي في علامة الاي اللي فوق فيديو بيوضح لك طريقة تثبيت نسخة شاومي دوت ايو، بس دي طريقة صعبة شوية وبتاخد منك وقت ومجهود، وكمان هتخليك تفرمت كل الداتا اللي موجودة على الموبايل. اما بالنسبة للطريقة التانية هقول لك دلوقتي ازاي تقدر تعملها بطريقة سهلة جدا. اول حاجة هتعملها هتنزل ملف اللي موجود في قناة التليجرام اللي سايب لك الرابط بتاعها في وصف الفيديو، وهتثبته على موبايلك زي ما بتثبت اي ابلكيشن. وبالمناسبة زي ما انا عودتكم ان ده تطبيق مدفوع فيهوش اي اعلانات، هتقدر تستخدمه بشكل كامل وهتلاقي فيه مميزات كتير جدا. وبعد ما تتاكد ان التطبيق اتثبت بشكل كامل هتدوس على زرار الهوم، هيجيب لك الاختيارين دول. بعد كده هتدوس على تذكر اختياري وبعدين تدوس على الايكون دي، وكده هتلاقي ان شريط البحث بقى موجود بشكل تلقائي تحت الايكونز، وكمان هتلاقي مميزات كتير بقت موجوده عندك ما كانتش موجوده في الاول. فلو استفدت من الفيديو بتاع النهارده ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. بشكركم جدا لاستماعكم وبتمنى اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.